سوف تبدأ الجلسة الأولى بسماع أصوات من مجتمعات اللاجئين. فإنه من غير المنطقي أن نجتمع اليوم لنناقش كيفية تبني آليات وطنية لحماية اللاجئين دون أن نسمع أصوات أصحاب المعاناة الحقيقيين. فهم أصدق من يعبرون عن معاناتهم وأن يطرحوا حلولاً للمعاناة التي يواجهوها بشكل يومي. لذلك سوف نستمع اليوم إلى أصوات من المجتمع السوري، وأصوات من المجتمع العراقي، وأصوات من المجتمع الصومالي، وأصوات المجتمع الأثيوبي. لذلك فسوف نبدأ بسماع الأستاذ سيد ياسر الأساسي، رئيس رابطة التجارية السورية بمصر. تفضل أستاذ ياسر. سأتكلم طبعاً كوني مسؤولاً عن رابطة التجارة السورية عن السوريين. أيها السادة، نتيجة لما حصل ويحصل من قتل وتدمير واعتقال وتعذيب وموت، اضطر أكثر من 30% من الشعب في سوريا لمغادرة البلد حرصا على تأمين الأمن والأمان والسلام لأولاده، لأطفاله، لعائلته. إضافة إلى ما يقارب هذه النسبة من النازحين داخل سوريا من بلد لآخر حرصا على أو طلبا للأمن الذي هو مفقود إن لم نكن في جميع المناطق السورية إنما في أغلبها. في السنوات الثلاث الأخيرة يتدفق اللاجئين الأثيوبيين إلى مصر هرباً من الأوضاع الاقتصادية المتردية والأوضاع السياسية الغير مستقرة لصراع إثني وخطة النظام في تقسيم العاصمة أديس أبابا. وهذا التدفق يكمن بشكل ملحوظ حسب إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة إلى أنه ما زال الأقل نسبة مقارنة بالجنسيات الأخرى في هذه الإحصائيات التقريبية، وربما قد يكون العدد الفعلي أكبر بكثير لوجود تجارة منظمة لعملية نقل البشر بالطرق الغير شرعية إلى مصر ومن مصر إلى بلدان العالم، وضعف تنسيق المجهود بين الهيئات الدولية ومن منظمات المجتمع المدني.